Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey guys, I know that some of you have been having troubles with our project, our assignment. So let's talk more about what the project is about and why I'm being very specific about how it should be done. الآن المطلوب تلخيص كتاب قلنا والكتاب يكون 100 صفحة. يعني أنا قلت 100 صفحة من باب التخفيف. فما تسألي طب لو 120 طب لو 130 طب لو 150 الفكرة مش هنا يعني أنا الفكرة عندي في هذا الرقم مش مشكلة صح عدد صفحات الكتاب مش مشكلة بالنسبة لي المشكلة اللي بالنسبة لي أو النقطة اللي أنا بتهمني إنه التلخيص نفسه يكون 3 صفحات طب ليش بديك إياه 3 صفحات بالضبط ليش منفعش 2.5 ليش منفعش 3.5 إحنا قاعدين بنعدكم لسوق العمل في سوق العمل العميل قال 3 صفحات إن شاء الله يكون الكتاب 3 صفحات بدي أعمله 3 صفحات بمعنى أنا عندي لما الكلاينت يطلب تاسك معين بنفعش أغير المعطيات زي ما أنا بدي تمام؟ أول حاجة ليش 3 صفحات؟ عشان أنا أتعلم لما الزبون يطلب شغلة غصب عني وغصب عن ما أنا شايفة إنه أو مش أنا شايفة أنا قدراتي مثلاً ما بتقدرش تعمل 3 صفحات لا هو طالب 3 صفحات أنا حامل 3 صفحات إيش فيها نقاش هذا واحد اثنين أنا طلبت خط محدد وطلبت حجم محدد للخط يبقى لازم أروح أفهم إيش يعني خط على مايكروسوفت وورد وأفهم إيش يعني حجم خط وأشتغله أنا بإيدي مش أبعته للمكتبة أو أبعته كذا لا أنا أشتغله بإيدي عشان أنا بدي تتعلموا إنه في حاجة اسمها أنواع خطوط وبدي تتعلموا إنه في حاجة اسمها أحجام خطوط تمام؟ زائد ما بديش يكون بين الخط والثاني اثنين يعني المسافة تكون اثنين لا واحد ونص يعني تمام اثنين كتير بزيادة واحد ونص يعني خلينا نقول هو المنيح وقلنا يكون aligned إيش يعني aligned يعني يكون عندي كبوكس مش سطر رايحان وسطر رايحان وسطر رايحان وإحنا من بداية الفصل اتفقنا إنه لما أنا بدي أشتغل على لازم أكون بعرف للوورد ومن هذا الباب أخذنا تكليف إنه إحنا نكتب بس 1000 كلمة إيش مثال عشان نعرف أماكن الحروف ونبدأ نحفظهم على الكيبورد. Again, we're working in order to start working. هي هيك الفكرة. تمام؟ الآن نفوت في الموضوع اللي هو طب مطلوب مني أنا ألخص كتاب وأنا قلت ما يكونش رواية أو قصة. ليش؟ لأنه الرواية عبارة عن شخصيات والقصة عبارة عن شخصيات وأحداث. وإحنا حالياً مش مهتمين في كيف ألخص رواية إحنا مهتمين في كيف ألخص كتب لأنه في الغالب أنواع الشغل اللي بتكون متاحة هي أنواع اللي هي تلخيص الكتب وتلخيص شغل تلخيص الروايات عليه علامات استفهام ليش؟ لأنه افرض الرواية مش كويسة يعني معظم أو بديش كل الأدب بديش أقول كله عشان يعني ما أظلمش كل الأدباء 99% من الأدب يحتوي على ما يعني يضر ولا ينفع بالتالي الروايات مش مشروع أنا أمشي فيه كمخطط للعمل لكن عادة الكتب العلمية الكتب الثقافية الكتب اللي فيها فائدة والمكتبات اللي بتحاول تروج لهاي الكتب موجودة بشكل كبير وأحياناً بيحتاج طالب العلم لتلخيص كتاب عشان يدرسه فهذه الأمور يعني إن شاء الله هنبتدي طبعاً التلخيص بهدف الدراسة هذا يعني موضوع آخر بس خلينا نركز على الموضوع الأساسي اللي هو لو أنا بدي ألخص كتاب تقني كتاب علمي كتاب كذا المشكلة الأولى اللي واجهتكم كانت أنا كيف ألاقي كتاب أنا ما بعرفش كتب أنا كيف بدي أدور على هذا الآن أنا اقترحت عليكم إنكم أنتوا تبحثوا في حاجة اسمها Goodreads قلت لكم Goodreads عبارة عن موقع هذا موقع زي مش مكتبة إنما خلينا نقول منصة هاي المنصة فيها أسماء كتب من حول العالم بالعربي وبالإنجليزي بكل اللغات الواحد بيقرأ كتاب بيفوت عليه بيعطي تقييم للكتاب بيضع بعض
النقاط المتعلقة بالكتاب أو بناقشها مع الآخرين اللي قرأوا الكتاب وهكذا. فهذه مكان مناسب وممتاز إني أبحث فيه على كتاب مناسب. طيب الآن هاي أنا الآن بدي أنا أفترض إني أنا معاكم وبدي إيش أدور على كتاب. طيب أول حاجة أنا سمحت لكم فتحت لكم المجال تشتغلوا إما إنجليزي أو عربي عشان يعني أسهل عليكم واحد وعشان الشغل ممكن يجي هيك أو هيك. من هنا ممكن نشوف على الهوم ممكن نشوف على نختار إيش أنواع الكتب اللي بدنا إياها. هل أنا بدي كلاسيكس؟ هل أنا بدي contemporary, crime, fantasy, fiction, all genres؟ بختار اللي أنا بناسبني. ممكن أنا أبحث مثلاً أهم 10 كتاب في الإسلام أو في الثقافة أو في الرياضة أو في العلوم أو في كذا. فلما أبحث عن أهم 10 كتاب أو أهم 10 كتب في هذا المجال وأطلع عليهم بروح بدور عليهم على Goodreads فأشوفهم كتابين ثلاثة بنتقي من الأسماء ببحث عن الموضوع كذا. هذه العملية كلها ما بتحتاج وقت طويل بتحتاج يعني بضع دقائق إن كترت نص ساعة للاختيار الصحيح للكتاب. يبقى بروح بكتب ببحث عن نت بكتب أهم أول حاجة بدي أختار الموضوع العام. مثلاً أنا بدي أكتب عن شيء له علاقة في الرياضة أو شيء له علاقة في الثقافة الإسلامية أو شيء له علاقة في السياحة أو الطب أو 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 تمام؟ فأول حاجة بعملها هي بختار الموضوع العام ببحث عن أهم 10 كتب في هذا الموضوع بختار لي 3-4 كتب أسماء ببحث عنها هل هي متاحة أني أنزلها عن النت ولا لا وهكذا تمام؟ وصدقوني هذا الاختيار مش أمر صعب. الآن الأمر الآخر أني أنا طب كيف بدي ألخص يعني إيش الإشي اللي بدي ألخصه. نفترض أنا بدي أبحث عن كتاب يتعلق بمثلاً خلينا نقول إيش مثلاً التربية الاجتماعية التربية أفضل 10 كتب يعني طلع لي انتحار العقل والذات الخيال الاجتماعي البناء الاجتماعي للواقع. طيب هات نفتح نشوف الموقع إيش بيحكي عنهم هذا الكاتب على النت اشتغل النت. طيب تمام خيال اجتماعي وكتاب قلم العالم فلان الفلاني بيحكي عن عمله المشهود له غاية في الروعة كيفية متابعة العلوم الاجتماعية إلى علم اجتماعي إنساني. طب أنا مش مهتمة في هذا الموضوع ولا مهتمة في هذا الموضوع. عجبني أنا هذا صراحة العنوان هاتي إيش عن إيش بحكي يعيد صياغة الانضباط الاجتماعي الفري المعروف علم اجتماعي الوعي الكاذب والدعاية والعلوم والفنون. طب أنا هذا شكله حلو أي هذا عندي ححطه على جنب بس أكمل الباقي العقل والذات السلوك الاجتماعي موقفه اهتم بتحليل اللغة هذا شكله حيطول علي انتحار التحقيق التاريخي في الانتحار والمجتمع يعني ها هذا برضو شكله موضوع حلو تمام. رأس المال مش من اهتماماتي مصادر القوة الاجتماعية مش كتير اهتماماتي تقديم الذات في الحياة اليومية مش من اهتماماتي. طب خلاص أنا يعني هلأ سرت ما بين انتحار تمام وش التاني اللي قلنا بالأول بناء المجتمع أو حاجة معلش النت شوية يعلق. يبقى أنا حطيت في بالي انتحار حطيت في بالي أعتقد هذا البناء الاجتماعي للواقع. هات نشوف هل هو متاح أساسا ولا مش متاح. هي موجود بي دي أف تحميل والله ممتاز لقيناه على طول. ما هذا شكرا
طيب هاتي لو عليك مكان تاني. بناء الواقع تحميل 300 صفحة. طب تحميل صفحة هي قالت 100 صفحة كتير، مش مشكلة نشوف، هات نفتح الكتاب نشوف ايش وضعه، بقدر انا يعني الخصه في 3 صفحات ولا لا؟ ما اكيد في يعني، هم اوكي 300 صفحة بس لقيت كتير في كلام ملوش لازمة، مش اول كتاب ولا اخر كتاب يكون في كلام كتير ملوش لازمة. طيب طيب أنا قلت لكم عشان أنا أشتغل أو عشان أنا ألخص هذا الكتاب بشكل عام، أول حاجة بعملها بتطلع على الفهرس. عن إيش الفهرس بيحكي؟ بيحكي عن دعائم الوقائع الاجتماعي وبناء الوقائع، وعن اللغة والواقع الاجتماعي والنظرية العامة وتكرار الترتيب والتفاعل والبنية والنظرية العامة للوقائع وإيجاد الوقائع، بعدين المؤسسة وتدرجها والحفاظ على السمع. أنا أول حاجة بدي أفهمها إنه أنا عندي في ترتيب الفصول، تمام؟ في عندي 3 فصول أولى عامة، بعد الفصل الرابع ببدأ معايا إيش؟ بأولا تكرار الترتيب والتفاعل، بعدين بكمل في النظرية، بعدين بيعطيني ثانيا، بعدين بخلص، تمام؟ يعني أنا بفهم إنه أنا هذه الأساسيات اللي بدي أحكي فيها. الإشي النص العام اللي موجود في الفهرس هو الشيء اللي أنا بدي أشتغل فيه. تقديم المترجم والأمور هذه والإنترودكشن، هذه أشياء أنا ما بتلزمنيش في التلخيص، تمام؟ والإهداء والتمهيد وهذا كله ما بفيدني ولا حيلزمني في التلخيص. من وين ببدأ الكتاب؟ من وين ببدأ الكتاب؟ مش عارف من وين ببدأ الكتاب، هات نشوف. هاي الكتاب، ها شفتوا كم صفحة طلعوا على الفاضي لحد الآن؟ كم صفحة طلعوا على الفاضي لحد الآن؟ وهي لسه إحنا في المدخل. هاي 31 صفحة مش حيفيدوني كتير. هاي 31، هاي بدينا في صفحة 33، يعني أنا ببدأ الكتاب من صفحة 33. طيب بحكي أول حاجة عن دعائم الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي هي وطأة العبء الميتافيزيقي. طيب كثير ما حردنا مشكلة تدور حول هذا الكتاب، تمت أمور موضوعية في عالم الواقع تكتسب مصداقية اتفاق الناس عليها، أي أنه تم أشياء توجد فقط لأننا نعتقد بوجودها، على غرار المال والممتلكات والحكومات والزيجات، غير أنه ثم وقائع موضوعية تتعلق بها تلك الأمور، معنى أنها ليست أموراً من باب ما أفضله أنا وتفضله أنت، ولا هي من باب التقييمات أو النزعات الأخلاقية، إنما تشغلني مثل هذه الوقائع من قبل كوني مواطناً مواطن الولايات المتحدة الأمريكية. طيب فلكي تكون تلك القطعة من الورق عملة ورقية من فئة 5 دولارات ثانية للنقود، أما الحقائق فلا يقتضي وجودها بالضرورة وجود مؤسسات. تمام، هاي أهم نقطة في كل حاجة، إنه في فرق بين المؤسسة الإنسانية وبين مؤسسة اللغة، بمعنى كيف تصير الوقائع مرتبطة بالمؤسسة أمراً ممكناً. تركيب بنية تلك الوقائع، غير أنه فيما تخلل من سنوات قد حدثت بعض الأشياء الغريبة في الغبرنة، كثير من الناس منهم بعض من أحترم رأيها أن الواقع كله لحد ما هو من صنع الإنسان وليس ثم حقائق، وإنما يعتمد وجودها فقط على العقل الإنساني، فإن إناسا قد جادلونا في بيتنا مشترك عن وجود وقائع تجعل عباراتنا صادقة وتجعل لها تستمد مصداقيتها من تطابقها مع تلك الوقائع. لذلك فبعد محاولة الإجابة عن سؤال أساسي، أن يبني وأن يقيم واقعا عن المخالفة التي يعتمد عليها هذا السؤال، أريد أن أدافع عن فكرة وجود واقع يستقل بنفسه، بالإضافة إلى منهج البحث يعتمد على اختبار بنية الواقع التي تجعل عباراتنا صادقة فتكتسب قيمة صدقها من تطابقها مع الواقع.
ممتاز، هدول الثلاث جمل تمام هم اللي أنا بدي إياهم، إنه بطلع منها في مقدمة للتلخيص إنه عن إيش بيحكي الكاتب وإيش المواضيع المهمة الأساسية اللي حيناقشها، ومن هاي تمام المواضيع اللي حيناقشها بروح ببحث في الكتاب عن إجاباتها أو ما يتعلق بها وبكتبها. تمام، يعني أنا فعلياً من كل موضوع عندي من كل شابتر رح أخذ جمل، مش هاخد جمل نسخ لصق، لا قصدي هاخد معلومة مجردة، هاي المعلومات أنا عندي حصيغها عشان أعمل التلخيص للكتاب كله. أقرأ كل الكتاب؟ لا، هي أساساً هو بيحكي لنا وين حلاقي كل معلومة وفي أي فصل. تمام؟ بمشي لأنه هقعد بيحكي عن نفس الفكرة، وبعدين هيحكي عن اصطلاحات ومصطلحات، ما بقعدش أنا أكتب المصطلحات إيش تعريف هذا مصطلح تعريفه كذا كذا وهذا مصطلح تعريف كذا. في عندي جمل أو أفكار أساسية هو بده يوصل لها، هو بده يعني يناقشها في الكتاب، وهو محدد لي إنها حتكون موجودة في الـ final chapters. تمام، فأنا من ألف يعني من 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 الـ فصول الأولى، الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى، باخد أو بقتصر على بدايات صفحة أو صفحتين من كل chapter، باخد منها القيمة المعلوماتية. وأنا إحنا حكيت لكم إنه أنا أي كتاب بنكتب في الدنيا أول chapter ونهاية chapter هي المعلومات الأساسية اللي بتلزمني، أما ما في مضمن الفصل فهو عبارة عن أفكار تدعم هذا الفكر الأول اللي بيعرضه. يبقى أنا ما بدي تعريفات، وأنا ما بدي أسماء أشخاص، وما بدي تواريخ، أنا بلزمني معلومات مجردة من كل فصل في بداية الفصل ونهاية الفصل، دون الحاجة لإيش إني أدخل في دهاليز النص وإني أدخل في تفاصيل النص ومين حكى ومين سوى ومين عمل. يبقى بنكرر ثاني، بشوف الفهرس، باخد ايش اهم التفاصيل اللي هو بده يركز عليها، وعادة في المقدمة تبعت اي كتاب، او مش المقدمة يعني في بداية الفصل الاول بيكون بيعرض الفكرة العامة تبعت الكتاب، وبيعرض ايش النقاط الاساسية اللي بده يشرحها. هذه النقاط الاساسية هي اللي بتوجهني خلال بحثي عن المعلومات في هذا الكتاب. اقرأ كلمة بكلمة؟ لا، احنا تعلمنا حاجة اسمها سكيمينج. كيف بسكيم؟ بدور على يعني في بدايات كل فصل وفي نهايات الفصل بشوف إيش اللي بيقدم إجابة للتساؤلات اللي هو حاططها. فهمنا؟ الأمر بسيط وسهل، وبكرر ثلاث صفحات. ليش؟ عشان إحنا محتاجين إن 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 نربط نفسنا بالتعليمات اللي بيعطيني إياها الكلاينت أو اللي هو الشخص اللي معطيني الوظيفة اللي بدي أشتغل عليها تلخيص.